فإن الناظر إلى الذين سبقوا بالدخول في الإسلام وجاهدوا دونه وانتصروا به وله يجدهم في الجملة كانوا شبابا. أبو بكر دخل الإسلام وله 37 سنة، وعمر كانت سنه حينما دخل الإسلام 26 سنة، وعثمان كان في 20 من عمره، وكان علي في 8 من عمره، وعبد الرحمن بن عوف كانت سنه حينما دخل الإسلام في 30، وأبو عبيدة بن الجراح دخل الإسلام وله 27 سنة، والزبير بن العوام دخل الإسلام وله 18 سنة، وطلحة بن عبيد الله كان في 11 من عمره، وسعد بن أبي وقاص كانت سنه حينما دخل الإسلام 17 سنة، وعبد الله بن مسعود حينما دخل الإسلام كان في 14، والأرقم بن أبي الأرقم كان في 12، وسعيد بن زيد حينما دخل الإسلام كان في 19، وجعفر بن أبي طالب دخل الإسلام وله 18 سنة، وصهيب الرومي كانت سنه حينما دخل الإسلام دون 20، وزيد بن ثابت كانت سنه حينما دخل الإسلام دون 20، وخباب بن الأرت كانت سنه حينما دخل الإسلام 20 سنة، وعامر بن فهيرة حينما دخل الإسلام كان في 23، ومصعب بن عمير حينما دخل الإسلام كان في 24، والمقداد بن الأسود حينما دخل الإسلام كان في 24، وبلال بن رباح كانت سنه حينما دخل الإسلام في 30، وعمار بن ياسر كانت سنه حينما دخل الإسلام فيما بين 30 و40، وحمزة بن عبد المطلب كانت سنه حينما دخل الإسلام في 42، رضي الله عنهم أجمعين. وقد جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الشاب المستقيم الذي يخدم دينه ووطنه تالية لمنزلة الإمام العادل في 7 الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه المرحلة المهمة من مراحل العمر بالعمل والعطاء، والتزود من عمل الخير لأنفسنا وديننا ومجتمعنا، لتحقيق سعادتنا وما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح.